هذيك لعب طيب كرة ترجع من فابريس لحارس المرمى صاحب خبر الخبرة أنا سيزليتي مناطق الرشاة متابعة من جانب الشكير عبد الرحيم الشكير هذا البركان واحد واحد وانتصر على حسنية أغابير واحد صفر وانتو هو الفريق اللي يحتل المركز السادس في الدوري البرازيلي امامنا صاحب خبره كبيره حارس مرمى السابق للماس هنا من جديد الان المحاوله تعود بيوشو لفريق اوتوهول خروج انا السيزديتي تدخل والكره خارج ملعب 20 بياسا ديلامو لاعب اللي سجل في مرمى حصريه غدير ماضي الشاكر شارك في دوري ابطال افريقيا ودع السباق في لقاء الذهاب هذا الموسم بدا المشوار في تشامبيونز ليج وهنا تبدا وهنا تهليل سلامات للحارس انس سليتي حارس مرمى فريق الرجاء يعاني من الام شبه امامنا شمال فريق غوتو هول متواجد في هذا الملعب تشامبيونز ليج عام 99 لما حقق الرجاء اللقب على حساب الترجي بركلات الترجيح لقب قاد الرجاء اول نسخه على مستوى بطوله العالم الأندية الرجاء العالمي اول فريق مثل اليوم كسما يقود لقاء الرجاء البيضاوي المغرب كوت ديفوار في ابيتشون اللي كان انتهى من خلالها منتخب المغرب لمونديال روسيا بالانتصار 2-0 انكوما في اليسار عن بيسيكي ترجع من دفاع في منطقته من هوندونغو كوره في الميدان تلعب من انكوما محاوله خطيره ولكن الشاكير تعود لفريق الرجاء هجمه سريعه محاوله خطيره لكن لم يتمكن حفيدي من المرور ترجع كرة مرة أخرى التقدم كرة تلعب في مناطق الرجاء والتغطية من الشك من أيوب لناح تلعب كرة في مناطق أوتوهو الدفاع يتابع غلطة بيرجع كرة متابعة من رحيمي رحيمي يتابع ولكن في صابرة سفيان رحيمي هذا هو مهاجم الرجاء لحظة الزملاء كان لي دور كبير في فوز فريق الرجاء باللقب وزنه ذهب هدف الحفيدي من منح فريق الرجاء الفوز بلقب البطوله لممثل برازيل والرجاء في المركز الاخير بخمس نقاط مطالب بالوشوف فريق الرجاء لمصلحه نظره من الرجاء مدرب سابق للاهلي المصري درب ايضا المغاربه فازوا باللقب من خلال الجيش الملكي 2005 كرة لممثل برازيل التسديد والهدف والهدف لفريق كوتو كرة غلطة تسديدي عن فريق القائد ديفيد بيسيكي بيسيكي غلطة الرجاء تصويبة من خارج منطقة الجزاء كرة كانت مركزة جدا من لاعب فريق كوتو تحركت المباراة وتحركت مدرجات ملعب انكوابي بهدف فريق اوتوهو تصويبه من جانب اللاعب بيسيكي غلطة سليتي حارس مرمى فريق الرجاء المهمة تصعب أكثر على الفريق العالمي على الرجاء بهدف بيسيكي التقدم لاوتوهو هذا هو قائد الفريق شوف الإعادة من جديد استلم كرة كان مرتاح يصوب من بعيد وكرة تفاجئ سليتي فرحة كبيرة للمهمة أكثر ألو بادرا مدرب هجمة سريعة فرصة خطيرة كرة اللعب بوتامبا لخارج لم يسترجع إمكانيته بعد لاعب عايد بعد غياب طويل من الحافظي في اليمين عنده عمر بوطيب عمر بوطيب كرة خطيرة للرجاء ولكن عبد الحق شوف الإعادة مرة أخرى محاولة عمر بوطيب باير أيمن فريق الرجاء من فابريس حافيدي في العمق فرصة لفريق الرجاء الكرة تضيع
براف كورة في اليمين هجوم لفريق الرجاء. بن حليب بن حليب بن حليب زكريا حدراف الوندوق كرة تضيع. هذا هو محمود بن حليب المحاولة خطيرة والهدف والهدف للرجاء. الرجاء يسجل الرجاء البيضاوي يرجع للمباراة. راسية كرة لمسة بن حليب راسية زكريا بن حليب يسجل والرجاء يعطي الكفاءة. عودة الرجاء في آخر لحظات الشوط الأول لكن العملية ممتازة من عمر بوطيب. عمر بوطيب بفنيات كبيرة بفنيات عالية جدا فنيات المغاربة المعتادة. حدراف زيكو حدراف يتأنى ما يستعجلش مرة والثاني الحافظي حافظي عبد الإله يضيع عبد الإله يضيع استخلص كورة انطلاق تأنى انتظر عمر بوطيب فنيات اللي مكناتها متساوس مدافع برازافيل في كرة خطيرة من نناح الرجاء في مناطق برازافيل الثاني والهدف الثاني عن طريق الليبي سند المنفلي براسية ليبية تملح الرجاء الثنائية.